هذا واحد العمل تطوعي كنخطو الحي ديالنا باش يبان يعطينا منظر زوين ويبان حي نقي وجميل. نتمنى هاد الرسالة في الجميع تخرج أمة صفراوية باش يكون هكا التطوع ديما يكون بحال هكا. وكنشكر الإخوان اللي مشاركين معنا كاملين والأخ يونس حتى هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت باك الله عليكم عواطكم مروكا وصحه وسلامه باش كنتمنوا ان شاء الله. صراحه الله اللي قالوا لا قرانا غير دايز لحقش المبادره ديال هاد الشباب تبارك الله. مبادره طيبه صراحه الله ونتمنى ان شاء الله صراحه الله جميع الساكنه ديال الصخره ان شاء الله ان شاء الله ديرها بحال هذه المبادره ان شاء الله باش نشوفوا الاحياء ديالنا ان شاء الله تصفروا كامل ان شاء الله تابعوا فهاد الحوله. وصراحه هاد الامه احسن من هاد الحوله ان شاء الله باذن الله. واش مبروكه وتهلاو في راسكم يا سيدي. واش يكون مزيان عليكم وكنتمنى تصدي ربي يسعينا هذا الوباء وكنتمنى جميع الساكنه تصفروا لنا باش الاخر كل واحد يكتب هذا المنظر بهذا الاخر في الاحياء ديالهم. وكنشكر الاخ يونس حتى هو اللي عنده هذه الفكره عطانا هذه الفكره ودرنا هذا العمل التطوعي. وكنعطي الكلمه للاخ يونس حتى هو. السلام عليكم خوتي. عندي واحد المحل هنا واحد لاباج واش باش نقول لكم هذا الصور هذا بنت لين فركس المحل اليوم فركس هذا الصور هذا والعناده. وكان نقول للولاد الحومه راهم جاو كيعاونونا الله يرحم والدين. ونتمنى الولاد ولاد الشباب حتى هما اللي عندهم شي حومه ينوضي يقاد حومته ويفركس حومته الله يحفظك. تحياتي والكرام. كيفاش معنا لا فيديو صراحه انا كنت غير دايز بحالي بحال ايوا الناس وعجبني لا فيديو وشفت الدراري تبارك الله ما شاء الله شباب صفري وكيبدا وكي يعني كينقي الحومه ديالو. انا من الدوري كنشكرهم وكنحييهم وكنشد بيدهم بحراره وكنقول لهم تبارك الله عليكم الله يعطيكم الصحه. هذه رسالتي لجميع الشباب الصفراوي بغيتو انه يتحرك طرف هذا الشهر الغفران وهذا الحجر الصحي الناس تبدا وتحاول انها تنقي الحومه ديالها باش نعطي واحد الصوره زوينه للمدينه ديالنا. صراحه الله صراحه مدينه نقيه ومدينه يعني فيها الطبيعه ديال الله سبحانه وتعالى طبيعه طبيعيه يعني الناس كيجيوها من بلد ديال بلد. نتمنى من الله رسالتي توصل للشباب الصفراوي ونسوق واحد الصوره زوينه للمدينه ولما لا نوصل للعالمي ان شاء الله باذن الله. خوتي مازال لي العوده في الموضوع على هاد مازال ان شاء الله باذن الله نرجع نعاود نصور حيت يلاه لقيت الدراري يلاه بداو وتشوقت انا باش نصور معهم. كنتمنى من الله انكم تتابعوني ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله غادي يكون على هاد البلاصه ديال ليسبون وان شاء الله ومازال احياء اخرين غادي نزورهم باذن الله تعالى. خليكم معايا ما تنساوش انكم بارطاجيو معكم وما تنساوش انكم تشتركوا في القناه. سهيل الوردي يحييكم على قناه سعيد الدبي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.